علاقة سناء جميل بيوسف شاهين؟ علاقتي بيه مش كويسة. بتحبي أفلامه بصراحة؟ لا، لأنه بيعمل لك ديستورشن. أيوه، بيعمل لك غلوشة وفاهم إن دي عبقرية. الفن مرآة المجتمع. أيوه، إذا وريني المجتمع اللي أنت عايز توريهولي. في حلقة من الحلقات كانت مع الأستاذ الله يرحمه حسام الدين مصطفى، وقال أنتوا مش عايشين ولا إيه؟ فين هو يوسف شاهين؟ أنتوا بتتفرجوا على إيه؟ أنتوا شوف رجل الشارع ما بيشوفش أفلام يوسف شاهين، هل هذه حقيقة في رأيك؟ رجل الشارع؟ ما بيشوفش أفلام يوسف شاهين، ما بيحبهاش. هل ده صحيح؟ لأنه ما بيفهمهاش. هل المفروض الممثل يأدي زي المخرج ما هو عاوز؟ لا. مال فين شخصيتك؟ انت ما نتيش صفاء، انت يوسف شاهين؟ لا. الملحوظه اللي بتقال دايما من ناس كتير ان هو بيخليهم يقلدوا، حضرتك بتحسي ده في اداء في افلامه؟ انه فعلا كلهم بيمثلوا شبهه؟ كلهم شبهه؟ مش كلهم. يعني يقال مين القلائل اللي مثلوا؟ برضه؟ مين القلائل اللي مثلوا بعيد عنه؟ مين؟ ده حتى نور الشريف في بعض افلام اتهم بانه بيمثل وبيقلد يوسف شاهين في كل حاجه. نور الشريف قلده لما مثل شخصيته حدوته مصريه. اه، حضرتك قلتي في مجله من المجلات اللي من ارشيف سناء جميل ان يوسف شاهين يتهته في افلامه، بيتهته في افلامه حتى كمخرج مش ممثل. هل حضرتك قلتي كده؟ ومصر على ده؟ هو بيته طبعا. انت حضرتك ما بتحبش المسرح، ما حضرتلهاش مسرح في التلفزيون. شفت في التلفزيون. في التلفزيون بعض الحاجات. وعلى ما اظن على ما اظن نعم عمر لا، كان فؤاد المهندس كان صرصار في بانيو. ايوه، انما حضرتك ما التقتش بيها في اي فيلم. ما اظنش. ما اظن. ما تتذكرش؟ على حسب ما انا اتذكر ما اظنش. لا، ما عموما انا كنت فاتحه الحديث وبقول على الاستاذ يعني انه حضرتك غيرت الاشكال، انه كان في الاستاذ عماد حمدي بالوقار بتاعه عظيم، فبقول كل ده ايه اللي خلى حضرتك تخش بالصوره الجديده المختلفه؟ لا، هل تغيير؟ هل قصدها؟ انا ما دخلتش. امال هم دخلوني؟ مين؟ ما انا عايز اعرف هم دخلوني ازاي. حليم جابني وحطني في السيما يعني كده، وقال لي اتنطط. بس اتنططنا. الشغل مع الاستاذ يوسف شاهين ايوه بيفيد الممثل؟ ما فيش شك. ومع اي مخرج ولا ده القعاد معاه يفيدك كممثل؟ يفيد، لانه مخه كويس. فاهم يعني. اما كنت حضرتك تقرا سيناريو وتخش مع المخرج، افترض ليك وجهه نظر مختلفه، تقولها ولا تنفذ كلام المخرج كما هو يريد يعني؟ لا، انا ما بنفذش كلام حد. طبعا خالص. انا حر جدا. ما احب. احنا عارفين انك حر. لا، ما بنفذش كلام حد. انما اقرا واستمخ واشوف واتناقش. ولما يرسي على يعني نرسي على حل مظبوط نشتغل.